بالنسبة لحكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها إلى الحرم، أجبني، كيف أذهب بمرأة كافرة إلى المسجد الحرام؟ والله عز وجل يقول لا يقرب المسجد الحرام، ما هذا حرام عليه؟ وإذا قدر أنه اضطر إلى هذا يقول لها أسلم، فإن أسلمت فهذا المطلوب، وإن لم تسلم إما أن يبقى معها وإما أن يرسلها إلى أهلها، وأما أن يأتي بها إلى مكة فهذا لا يجوز. انتهاء أولا معصية لله عز وجل، ثاني انتهاء للحرم. وجاء بها وعندما سأل عن الحكم قيل له لا يجوز، يعني هل يرجع هو؟ نعم يرجع هو وإياها، أو يردها هي إلى بلده. جزاك الله. نعم.